عارف ان اللعب في النادي الاهلي زي ما انت بتقول كده محمد صعب جدا جدا. انت لقيت نفسك مره واحده بتلعب وشاركت بشكل اساسي وبعدين اتصبت، الاحساس اللي بعد كده بقى، احساس الاصابه خلاص احنا عرفناه، لكن احساسك الداخلي بقى. والله هو كان احساس صعب جدا، لان انا جاي عايز احقق بطوله مع النادي الاهلي، وهي يعني الدوري كده كده الاهلي متعودين عليه، فكان نفسي احقق جدا. متعودين عليه ازاي؟ ما تقعدش تقول الكلام ده، ماشي. لا لا يعني قصدي يعني عايزين، انا كان نفسي وكان حلمي ان انا احقق بطوله افريقيا مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت، جاي وكل حلمي وهدفي ان انا احقق بطوله افريقيا السنه اللي فاتت. وفي نفس الوقت كان عندنا برضو امم افريقيا مع المنتخب الاول، فلما جالي الاصابه كل ده في دماغي اتصدمت الصراحه. انضميت للمنتخب قبلها؟ قبلها رحت قبلها باربع معسكرات، اربع معسكرات ولعبت ماتشين ساعتها، فكل ده راح. وحتى يعني انا يعني عيطت الصراحه بعد الاصابه على ان انا راح مني افريقيا الاهلي وافريقيا المنتخب، بس والله فعلا كنت راضي جدا، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيجيب حاجه وحشه لحد، طبعا الحمد طبعا. لله. انت بس لو كنت حطيت ايدك في جيبك بس كانت الدنيا كانت مشيت شويه. لا طبعا يعني الاصابات دي قدريه، يعني خلي بالك الحمد لله الواحد طول الحمد لله. عمره بيحصل له اصابات وفي اوقات غريبه جدا، دي حاجه بتاعت ربنا وحاجه قدريه، محدش عارف ايه اللي أكيد هيحصل الفتره الجايه. عندك افريقيا، انت لسه عندك 21 سنه، بالظبط يعني ممكن تلعب 10 افريقيا مثلا، تمام. يعني 10 15 افريقيا، ممكن تلعب نصهم مع المنتخب اللي هو خمسه يعني عشان بتتلعب كل سنتين، وبالتالي تمام عندك لسه وانت هتلعب